أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها اليوم لمناقشة دعوات نادي القضاة الجنوبي للإضراب ورفض اتحاد قضاة اليمن تلك الدعوات. أعلن اتحاد قضاة اليمن رفضه دعوات نادي القضاة الجنوبي التابع للانتقال للإضراب الشامل في المحاكم والنيابات حتى إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى. طالب الاتحاد في بيان له بتحسين الأوضاع المعيشية لكافة أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين وحماية المقر القضائية والقضاة وتوفير الإمكانيات اللازمة لأداء العمل القضائي. شددوا على ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء وفقا للشروط القانونية ومعايير الكفاءة والنزاهة والتمثيل لكافة شرائح القضاة ومن مختلف محافظات الجمهورية. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل يدخل القضاء اليمني دائرة الخلافات والمنازعات السياسية؟ ولماذا هذه الدعوات بالذات؟ وما هي أبعادها السياسية؟ ولكن قبل أن نبدأ النقاش وطرح كل هذه المحاور على ضيوف حلقة اليوم، نذهب لمتابعة التقرير التالي. إضراب قضائي جديد يفرضه المجلس الانتقالي على المحاكم والنيابات الواقعة تحت سيطرته العسكرية والأمنية في بعض المحافظات الجنوبية بعد أقل من شهرين على سماحهم بفتح بعض المحاكم وترحيبهم بتعيين النائب العام الجديد القاضي قاهر مصطفى. سبق للمجلس الانتقالي أن فرض إضرابا قضائيا بالقوة منذ يناير من العام الماضي احتجاجا على تعيين النائب العام السابق الدكتور أحمد الموساي، وفرض الإضراب بدعوة من نادي القضاة الجنوبي وهو كيان فئوي تابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. لقي إعلان تعيين النائب العام الجديد ترحيبا من نادي القضاة الجنوبي والمجلس الانتقالي، غير أن النادي استمر في المطالبة بتغيير مجلس القضاء الأعلى بناء على رؤية سبق له أن تقدم بها، قال مراقبون بأنها وصفة لتحويل مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة تابعة للمجلس الانتقالي فاقدة للاستقلال. المحامي مازن سلام قال إن أي تأثير في قرار وقناعة المجلس الرئاسي في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى هو طعن وتعد جسيم وسافر على استقلالية السلطة القضائية، واتهم نادي القضاة الجنوبي بالافتقار لمبادئ العمل النقابي من خلال تقويض عمل السلطة القضائية وإغلاق دور العدالة في وجوه المواطنين، ما يجعلها سلطة مختطفة بيد انتهازيين وأصحاب مصالح. اتحاد قضاة اليمن أصدر بيانا عبر فيه عن رفضه للإضراب القضائي من حيث المبدأ، وقال إنه يمنع المواطنين من حق التقاضي المكفول لهم قانونا، وأكد إنه ينبغي عند تعيين أعضاء مجلس القضاء مراعاة الشروط القانونية وألا يكونوا ممن تورطوا في إحداث وافتعال الأزمة القضائية وإغلاق المقرات الرئيسية وتعطيل مصالح المواطنين، باعتبار أن تلك الوقائع تعد جرائم يعاقب عليها القانون، وأن يكون المرشحون للتعيين في مناصب السلطة القضائية من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والبعد عن الصراع السياسي والمناطقي والحرص على إنفاذ الدستور والقانون واحترام الثوابت الوطنية والنظام الجمهوري وواحدية الوطن. أهلا بكم من جديد، ولنقاش أوسع تنضم لنا المحامية هدى الصراري وهي رئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، ومعنا أيضا الكاتب الصحفي صلاح السقلدي، ومعنا من عدن الناشط الحقوقي نزار سيرارو. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك أستاذة هدى. سيدة هدى، يعني بالنظر إلى الدعوة الصادرة من نادي القضاة الجنوبي، رأيك بهذه الدعوة؟ أولا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. بالنسبة للدعوة التي أصدرها من خلال بيان نادي القضاة الجنوبي في 30 مايو التي قال فيها أنه يتم تعطيل القضاء بناء على مطالب حقوقية وكذلك أيضا أو لزيادة رواتب وأجور القضاة وكذلك أيضا لتغيير مجلس القضاء الأعلى. نحن نتفق طبعا مع أن هناك توجد مطالب حقوقية ليس فقط للقضاة وإنما حتى للعاملين في السلطة القضائية داخل المحافظات المحررة، لكن أنه يتم تصدر مكون
للمطالبة بحق العاملين يعني في السلطة القضائية دونا عن الإداريين وإقصاء وتهميش بقية الأصوات، هذا طبعا مرفوض، بالإضافة إلى أنه تعطيل مصالح المواطنين والإضرار فيها بمنعهم من حقهم في التقاضي ووصولهم للعدالة لن يأتي بنتيجة. نحن نعلم أن القضاء فتحت أبوابه تقريبا منذ 3 أشهر أو شهرين، وبالتالي لم تكن هناك المدة الكافية حتى يتم إعطاء أو يعني إعلان دعوة أخرى بتعطيل القضاء، بالإضافة إلى أنه مسألة تشكيل أو إعادة تغيير مجلس القضاء الأعلى، طبعا الكل مع هذه الدعوة، لكن بالنسبة لأن يحتكر نادي القضاة الجنوبي مجلس القضاء الأعلى، وكذلك أيضا مسألة إعادة تغيير القضاء بناء على مواصفات يفرضها مجلس القضاء الأعلى وتورط بعض القضاة بمحاكات سياسية وليس بناء على الكفاءة والخبرة، بالتالي هذه دعوات صبغت بصبغات حقوقية لشرعنة تعطيل القضاء وخلط الأوراق داخل المحافظات المحررة، وليس هذا وقتها بالذات، لأنه لسه القضاء الآن فتح أبوابه، وبالتالي بعض المحاكم وبعض مصالح المواطنين ما زالت معلقة، فلا يوجد هناك وقت لفرض أيضا تعطيل للمحاكم والنيابات مرة أخرى، بالتالي مسألة الدعوة لتعطيل القضاء لن تحل الأمور بهذه الطريقة. نعم، إذا تكرمي بالبقاء معي واسمحي لي لأن أنتقل لضيفي الأستاذ صلاح السقلدي. أستاذ صلاح، إذا السيدة هدى تقول أنه وإن بدت المطالب حقوقية ومن حقهم أن يطالبوا بهذه المطالب، ولكن هنالك نوايا لجر القضاء إلى داخل المعركة السياسية. البداية طيب، الله أوقاتكم وأوقات السادة المشاهدين جميعا. كما نعرف بأن القضاء أصبح ساحة سياسية ليس من اليوم ولكن من قرابة ربع قرن، عندما تم توظيف هذا الجهاز ضد طرف آخر في مغادرة 94، وكيف شاهدنا تلك الأحكام السياسية بامتياز كانت. واليوم نفس الكلام، الساحة القضائية ليست بمعزلا عن العبث الذي كان في كثير من المؤسسات في كثير من أجهزة الدولة أو بالأصح ما بقي من هذه الدولة، ولكن كان بوضع السلطات والمجلس القيادة الرئاسي أن يفوت الفرصة على مجلس القضاء المجلس أو القضاء الجنوبي كما يعتقدون باتخاذ الإجراءات التي تعهد المجلس بأن يتخذها، وخصوصا في مجال القضاء، ويستكمل التعيينات والإطلاعات التي وعد هو فيها. ولا نعرف لماذا هذه المماطلة، لماذا كل هذا التسويف في إجراءات تقريبا الكل متفق عليها والكل متفق على التعيينات، خصوصا من داخل السلك القضائي، من داخل المؤسسه القضائيه، فين يتم التعيينات؟ هناك يتم التعيين فقط مع بقيه المناصب الكبيره داخل القضاء، منها رئيس مجلس القضاء، رئيس المحكمه وغيرها من الهيئات القضاء، لم يتم استخلاع هذه الوقفه التي نراها اليوم في قضاء الجنوبي، هذا فضلا عن هناك مطالب حقوقيه للكثير من القضاه، الكثير من الاداريين داخل هذا السجن. كان يفترض ان تعيد مماطلتهم اكثر من هكذا حتى لا نرى مثل هذا التعطيل ومثل هذا الاعتصامات. وبالتاكيد كما قالت الاخت هدى، هناك تعطيل القضاء وهذا ينعكس سلبا على حياه الناس وعلى تراكم القضايا داخل اجهزه البحث الجنائي وفي النيابه العامه حتى. فالقرار هو قرار سياسي، والقرار هو بيد المجلس يعني مجلس القياده، اذا كان هناك جديه لاصلاح الامور، هناك جديه للتجاوز كل هذه العثرات وكل هذه الاشكاليات التي نراها اليوم. هناك قطاع التعليم يعاني نفس الخبر، هناك حقوق الناس مصادره بكثير من المؤسسات ولا نعرف لماذا كل هذا، هناك مطالب ماليه للكثير من المدرسين يتم تعطيلها، هناك قرارات وحقوق اداريه الى الان هي محل سر، لا ندري لماذا كل هذا المماطله في الوقت الذي اذا تحرك الناس مطالب بحقوقهم يظهر البعض ويهدد ويشتب ويلقي التهم دفاعا من الدفاع. امر بسيط جدا، المجلس الرئاسي يجب ان يستكمل ما اعلنه، وبالتالي سنتجاوز هذه
خاصة تجاوز كل هذه اللتوءات التي نراها اليوم، خصوصا في جزء حساسة جدا مهمة. نحن نشارك الآن نعم، ولكن البعض سيد صلاح يتساءل ما هي الشرعية التي نعم سيد صلاح اعتذر عن المقاطعة، ولكن الكثير أصبح يتساءل ما هي الشرعية التي يعتمد عليها هذا الكيان الذي يعتبر جديد، يعني أعلن عن نفسه قبل فترة، من أين يستمد شرعيته هذا الكيان؟ نادي القضاء الجنوبي. نادي القضاء الجنوبي هو لا ولا يتحرك منفرد، هو لا هو الذي يمسك الجهاز كله، فهو يطالب القضاء اليمني حتى، هو يطالب بأن يستكمل إجراءاته، ولا يطالب بالتالي بمطالب خاصة أو حتى بمطالب انفصالية. فهو يقول أنتم يا قضاء أعلى يا قيادة المجلس القيادة الرئاسي استكملوا ما وعدتم به، و ما بقى الوضع على ما وضع لا يمكن أن نسكت على الإطلاق. ونعرف عندما تم تعيين النائب العام هناك تم رفع الاضراب واستلفت المحاكم واستلمت النيابات كثير منها، وكان الناس يتاملون ان تستكمل تلك الاجراءات، وكان سيختفي كل هذه المظاهر وكل هذه الاعتصامات. لكن حتى برغم كل هذا وبرغم البعد السياسي داخل هذا النادي، الا ان المطالب هذا النادي لا تخرج عن مطالب القضاء الذي هو حتى الان القضاء الجمهوري. وكان من الاجدر بمجلس الرئاسه والحكومه ان تتجاوز طالما المطالب هي لا تزال تحت هذا الخط. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي سأعود إليك. أنتقل إلى ضيفي السيد نزار. سيد نزار، إن كانت المطالب الذي ينادي فيه نادي القضاء مطالب حقوقية مشروعة خاصة كما يصفها الأستاذ صلاح، لماذا رفض اتحاد قضاة اليمن تلبية الدعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا للاستضافة. هذا السؤال يوجه إلى القضاء المعترضين على الإضراب، على إضراب نادي القضاء. بكل الأحوال الإضراب في حد ذاته شيء غير قانوني صدق، يعني هذا لا يجب أن يفهم، لا يجب أن نفرق أولا ما بين القاضي والقضاء. فإذا اندمج القاضي مع القضاء يصبح القاضي لا يجوز له أن يقوم بالإضراب، فهو رمز العدالة في الأرض. فبالتالي إضراب القاضي يعتبر خرق دستوري. المشكلة في الأمر أن لماذا نادي القضاء قام برفع دعوى قضائية بإلغاء قرار تعيين الموساي، ولم يقم برفع رغم أنهم نجحوا في الحصول على حكم مصالحهم، ولماذا لم يقوموا برفع دعوى قضائية ضد مجلس القضاء الأعلى طالما وأن لديهم الإثباتات بفساد مجلس القضاء الأعلى وخروقات مالية وخروقات قانونية؟ هنا السؤال، لماذا لجأ نادي القضاء الجنوبي إلى الإضراب رغم أن الإضراب يعتبر مخالفة دستورية وفق الدستور اليمني؟ لكن نعود إلى القاضي وليس القضاء. فالقاضي هو بالأخير موظف ويحق له المطالبة بحقوقه بما لا يضر الدولة والمواطن. هناك خصوصية معينة للقاضي وهو أو السلطة القضائية بشكل عام، وهي على سلطة موجودة في البلاد، لا نقول السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية بل القضاء. القضاء هو الفيصل في كل شيء. فبالتالي إضراب نادي القضاء أضر بالكثير الكثير، أضر بشرائح عديدة من المجتمع، أوقف أحوال الناس. لكن السؤال، لماذا لم يقم برفع دعوى قضائية؟ إما أن يكون لا يمتلك أي دليل على أن مجلس القضاء مجلس فاسد، أو أن الموضوع فيه مماحكات سياسية الغرض منها هو إجبار السلطة التنفيذية ممثلة بالمجلس الرئاسي بالخضوع لقرارات أو الخضوع لرغبات نادي القضاء الجنوبي في تعيين أشخاص معينين في رأس الهرم القضائي. الهدف منه هو السيطرة على مفاصل القضاء بحيث يكون هناك طرف قوي وطرف ضعيف. بكل الأحوال نحن ليس مع الإضراب بشكل عام، لكن مع المطالبة بحقوق القاضي. ولماذا لم يشمل الإضراب حقوق موظفي السلطة القضائية اللي هم الإداريين، رغم أن هؤلاء الإداريين لديهم حكم قضائي وأنا محاميهم وصدر لنا حكم قضائي ومجلس القضاء الأعلى استأنف هذا الحكم؟ فلماذا لم يقم مجلس القضاء أو نادي القضاء الجنوبي
الاخذ على عاتقه المطالبه بحقوق الاداريين، وهم المكملين للقضاة، فبدون الاداريين لا يستطيع القاضي ان يباشر عمله. فهذا كله يعد، انا اعتقد في رايي انه الهدف منه هو تعطيل الحياه داخل عدن، بنفس الوقت تسجيل موقف قوي جدا وعض اصابع من الجانبين. فلماذا لم تستجب الرئاسه خلال شهرين لتغيير مجلس القضاء الاعلى، طالما انه وهو يقر ان طالما انه يعتقد انه ان مجلس القضاء الاعلى فاسد، او لماذا لم يرفض تغيير مجلس القضاء الاعلى؟ وهنا تكون قد قطعنا الحبل او دابر الاخذ والرد، يا اما نغير مجلس القضاء الاعلى، يا اما لا نغيره ويبقى مثل ما هو. اما ان نترك الموضوع لمده شهرين عائم، فهنا هذه اسس المشكله، ان كل شخص يبحث عن مصلحته فقط والمواطن هو الضحيه. نعم، اذا اعود اليك استاذه هدى. منذ ان اعلن نادي القضاء عن هذه المطالب وعن دعوته إلى الإضراب، ذهب الكثير للقول أن الهدف من هذا النادي قد يكون محاولة لتقسيم اتحاد القضاء اليمنيين على أسس مناطقية شمالية وجنوبية. طبعا نحن لا ننسى أن وراء الدعوات لتعطيل القضاء هي مطالب سياسية أكثر ما منها حقوقية، ولذا نحن ندعو مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة تغيير مجلس القضاء الأعلى حتى لا يتم التدرع في هذه الذريعة كل فترة وأخرى ويتم إيقاف القضاء. الشيء الآخر، مسألة إلزام القضاة وتجريدهم من العمل السياسي، هذا مهم جدا. ينبغي على القاضي الذي يعمل في السلطة القضائية والذي يعتلي المحكمة أو النيابة، ينبغي أن يتجرد من العمل السياسي وعدم الإنجرار وراء المماحكات بين الأطراف السياسية. هذا الشيء الآخر والغريب في الأمر، أن بعض القضاة الذين هم منخرطون في نادي القضاة الجنوبي أنفسهم متواجدين في مجلس القضاء الأعلى ومنخرط في الأوراق. الشيء الأغرب من ذلك أنه بعض القضاة المتواجدين والذين أقلوا القضاء في محافظات عدن والمحافظات المحررة يعملون على رأس لجنة وطنية معنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي كيف تكون أنت كقاضي وتحقق في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وأنت من تنتهك حقوق الإنسان وتعطل القضاء عليهم في المحافظات المحررة وبالذات في محافظة عدن، ونحن نعلم مدى الوضع الأمني الهش داخل المحافظة، ومدى أيضا توقف المحاكم والنيابات سوف يعرض المواطنين الكثير من الانتهاكات، وبالتالي العمل على تعزيز الفوضى والإفلات من العقاب. يعني هناك خلط في الأوراق، وهناك يعني مسألة طغيان العمل السياسي على القضاء وعلى النيابة وعلى كل العاملين في السلطة القضائية. وأيضا هناك يعني أمر مهم وتطرق له الأستاذ نزار سرارو، كيف كقضاة أنهم يطالبون برفع الأجور والمرتبات دونا عن العاملين في السلطة القضائية من الإداريين؟ فهذه مطالب غير عادلة، وبالتالي هي وراءها مطالب سياسية وواضحة جدا للعيان. وبالتالي مسألة تأخير تغيير مجلس القضاء الأعلى مسألة في صالح نادي القضاة الجنوبي، أنهم سوف يتدرعون كل فترة وأخرى بتعطيل القضاء وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين داخل المحافظات المحررة وبالذات في عدن، ونشر الفوضى وعدم الأمن والأمان، وبالتالي أيضا تعزيز مسألة الإفلات من العقاب. نعم، ولكن ستكون حينها هنالك إشكالية أخرى عن الأسماء التي ستكون الأسماء الجديدة. ينبغي، أنا معك في هذه النقطة، ولهذا ينبغي أن نكون حريصين أن يكون القضاة الذين سوف يتم تغييرهم يعني ذات معايير مبنية على الكفاءة وحسن السيرة والسلوك، و يعني مجردين من العمل السياسي، ولدينا قضاة نزهاء وكفاءات عالية جدا في المحافظات المحررة، وكذلك ينبغي مراعاة التوزيع الجغرافي في اليمن داخل مجلس القضاء الأعلى. هذه المعايير هي من سوف تحقق النجاح والشروط الكافية من أجل تغيير مجلس القضاء ومن أجل السير في العدالة إلى الاتجاه الصحيح، لكن مسألة ترك الأمور هكذا على
هامشية وعدم تغيير مجلس القضاء الأعلى. سوف يتدرع نادي القضاة من فترة وأخرى بتعطيل القضاء وإعطاء صبغات يعني مطالب حقوقية يعني ضمن مطالب سياسية من أجل الوصول لمبتغاه وتعطيل القضاء وتعطيل أيضا مصالح المواطنين داخل المحافظات المحررة وبالذات عدن. نعم، شكرا جزيلا لك المحامية هدى الصراري رئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. إذن أعود إليك أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، كان هنالك تساؤلان، يعني أحدهما طرحه السيد نزار عندما قال إن كان لدى نادي القضاء الإثباتات الكافية على فساد المجلس، لماذا لم يقم برفع دعوى قضائية؟ هذا أولا. ثانيا، يعني كيف يمكن للنادي الدعوى للإضراب وهو شيء مخالف لروح القضاء، يعني تعطيل القضاء وتعطيل مصالح الناس؟ على مجلس القضاء المجلس او القضاء الجنوبي كما يعتقدون باتخاذ الاجراءات التي تعهد المجلس بان يتخذها، وخصوصا في مجال القبض، ويستكمل التعيينات والاصلاحات التي وعد هو فيها. ولا نعرف لماذا هذه المماطله، لماذا كل هذا التسويف في اجراءات تقريبا الكل متفق عليها والكل متفق على التعيينات. نعم استاذ صلاح، هل تسمعني؟ من داخل المؤسسه القضائيه، هل تسمعني استاذ صلاح؟ يبدو أن المكالمة تقوم بإعادة نفسها، لذلك سنحاول الاتصال به لاحقا. أعود إليك أستاذ نزار. أستاذ نزار، برأيك كيف يمكن التغلب على مثل هذه الإشكاليات والخلافات؟ كيف يمكن الموازنة بين تحقيق المطالب الحقوقية الظاهرة لهذه الدعوات وعدم جر القضاء إلى المعركة السياسية؟ ببساطة شديدة أختي الكريمة، يتم العمل بما قمت به أنا عندما قمت برفع دعوى قضائية لموظفي السلطة القضائية بالمطالبة بحقوقهم بشكل كامل ومحدد وبأمور وبإقرارات صادرة من النيابة العامة بمستحقاتهم. بالتالي لنتجنب مسألة إضراب نادي القضاء أو إضراب القضاء عن أعمالهم، يقوم نادي القضاء بتوكيل محامي أو رفع دعوى قضائية بنفسه أو بشخص أي قاضي إلى المحكمة الإدارية بمستحقاتهم المالية، أو رفعها إلى أو رفع دعوى قضائية أو جنائية، أقصد تقديم شكوى جنائية ضد مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عنهم ومباشرة الإجراءات القانونية. أما الدعوة إلى الإضراب فهذا الأمر أنا لا زلت أكرر أنه خارق دستوري، هذا الأمر مخالف الدستور. لا يجوز للقاضي والقضاء أن يقوم بالإضراب، لأن هذا الأمر يعد مخالفة دستورية، وأن العدالة لا تضرب. نحن نتكلم عن سلطة قضائية هي رأس هرم الدولة، فبغيابها يصبح شريعة الغاب القوي يأكل الضعيف داخل المدن. وأبسط مثال على ذلك ما حصل يوم أمس من أن نيابة صيرة تقوم بتنفيذ أحكام مدنية بالمخالفة لنص المادة 317 من قانون المرافعات التي اختصت المحاكم الابتدائية بتنفيذ الأحكام المدنية. فبالتالي تجرؤ النيابة على تنفيذ الأحكام هذا بسبب غياب السلطة القضائية وغياب التفتيش القضائي. وبالتالي نتجنب هذه الأمور بحب الوطن أولا، لا يجب أن نحب وطننا أولا، من لا يحب وطنه لا يستطيع أن يبذل الغالي والنفيس في سبيله. نعم شكرا جزيلا. دعوى قضائية كانت هي الأولى بنادي القضاء من الإضراب، سواء دعوى مدنية دعوى إدارية بمستحقاتهم ودعوى شكوى جنائية بالخروقات التي تمت من مجلس القضاء الأعلى. إضافة إلى أن مجلس الرئاسة يجب أن يأخذ هذا الأمر بمحمل الجد، هؤلاء قضاة إذا لم نستجب إلى مطالبهم فهذا الأمر يعد خرق أيضا آخر من حيث أن توفير الحياة الكريمة للقاضي حتى لا يفسد. القاضي إذا 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 كان ضميره قوي لن يستجيب لمغريات المال وما إلى ذلك، أما إذا كان حالته حالة فقير فبالتالي هنا الأمر يعني يساعد على أن القاضي يكون فاسد. فبالتالي نعم، مجلس الرئاسي يجب أن يأخذ هذا الأمر بالحسبان. شكرا جزيلا لك سيد نزار سرارو،
وأنت الناشط الحقوقي كلمتني من عدن، شكرا جزيلا لك. عودة أخيرة إليك سيد صلاح، وباختصار يعني السيد نزار يصف دعوة نادي القضاء الجنوبي بخرق دستوري، يعني كيف لنادي للنادي أن يطالب بمخالفة دستورية مخالفة لروح ودستور القضاء؟ نعم 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 نعم، مثل ما قلنا أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الضحايا، ولكن نقول من الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ من الذي أوصل الناس إلى خيار واحد وهو أن يصطدم مع القضاء؟ هذا هو السؤال الذي أما اللجوء. ولكن يعني بحسب كلام الأستاذ نزار كان هنالك طريقة أخرى، لماذا لم يقم برفع قضية لسلب الحصانة من المجلس ومحاولة تغيير أفراده؟ يعني حتى هذا الباب طرقوا ونتذكر تماما ان هناك حكم محكمه دستوريه صدر بعدم مشروعيه تعيين النائب العام السابق، ومع ذلك لم ينفذ ذلك الحكم على الاطلاق. اذا القضاء هو الذي يعيق قرارات القضاء بالوقت الذي كان يكون مفترض ان يكون قدوه للاخرين. ماذا عملوا عندما تم تعيينه وصدر حكم قضاء؟ اذا الناس وصلوا الى درجه حتى ان لا يؤمنوا بالقضاء ولا يؤمنوا حتى باستقلال القضاء، ونعرف تماما كيف حبست الاحزاب هنا. الامر الاخر ان هناك حقوق ماليه وحقوق اداريه للكثير من القضاة، يصل الفارق الى 200 300 الف فارق ما بين القاضي في الجنوب وبين القاضي هناك في صنعاء. هؤلاء القضاة في الجنوب يجعلون بالشكوى منذ سنوات، ليس من اليوم وليس حتى من بدايه هذه الحرب، بل من تقريبا من 94 وحتى هذه اللحظه، اذا هناك ظلم جائر للقضاء الذي مفروض ان يكون القضاء هم الذين يرفعون المظالم عن الاخرين. فهل يعقل ان القاضي الذي يتامل منه ان يرفع المظلمه على الاخرين هو بنفسه لا يستطيع ان يرفع المظلمه ولا يستطيع ان يسترد حقه؟ هذا شيء معيب لهؤلاء القائمين على هذا القضاء. الامر الاخر ان الجنوب هو يعتقد، والذي له الحق في ذلك، يعتقد ان هناك قوى داخل القضاء برمته هم من يعيقوا هذه التعيينات والتغييرات طلب انها وليس فقط عقد تعيق الاحزاب وعقد المجلس الرئاسي. فهو يعرف تماما تركيبه هذا المجلس وتركيبه هذا القضاء كيف يتم، وكيف هناك قوى متشابكه وقوى حزبيه منافع داخل هذا القضاء ثقلتها وهيبتها افقدتها وحتى ان يتم احترام القرارات التي يصدرها. وبالتالي نحن امام عمليه لابد من عمليه قيصري، لابد من عمليه اطلاع شامل لهذا الجدال. القضاء هذا القضاء هو عقل الشعب كما يقول، او يشترط ان يكون هكذا، ولكن للاسف ان هذا اصبح بحاجه الى من يعالجه بنفسه هو. سيد صلاح السقلدي أنت الصحفي الذي حدثتني من عدن، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر ضيوفي الكرام وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، أشكر زميلي معد ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، نلقاكم على خير في أمان الله.